رايكم؟ حنا رانا في ارجع المستفادين من القائمه الاخيره المنشوره في ولايه خنشله في 1821 ساكن. حنا رانا الفئه المقصيه بهوان المقصيه، بانه رانا نشوفوا دحض للقانون في الاقصاء هذا نتاعنا. كل واحد ومشاكله. نهضروا على احنا يعني كمقصيين بسبب الراتب. الراتب هذا اللي راهم يحكيوا عليه رانا ملفات عندها اكثر من 13 و14 سنه عنده هنا يا راي في الدائره. درك اذا تحكي لي بالمرسوم هذا اللي راك عطيني به الاقصاء، المرسوم هذا كاول هضره يهضر عليها يهضر على انه الملف عندك مده تاع دراسه فيه ما تجاوز 3 اشهر والديسيدي اللي فيه اذا نستاهل ولا ما نستاهلش. رانا حطينا في 2012 وزدنا درنا لك اجراء وزدنا حينا لك في 2017، لكن انك تجيني في 2024 وتقول لي راك مقصي بسبب الراتب، هذه راهي ما نقبلها انا لا ربي سبحانه. هذه راهو تصرف خاطئ. رانا بعد الاستفاده في القائمه الاخيره هذه المجموعه كم راهي مقصيه بسبب الراتب في القائمه الاخيره. السلام عليكم ورحمة الله. احنا مواطنين من ولاية خنشلة، انا مواطن مستفيد من الساكن العمومي التومي عادل من ولاية خنشلة، قصاوني بسبب الراتب. نحن في احتجاج سلمي انا مجموعة من المواطنين هنا، نطالبوا بالوالي يعيط لنا يعيط الممثلين يفهمنا واش هو الاجراء واش هو منا. كما قلت كل واحد ولا نطلبوا من وزير الساكن اخويا يبعث ليش التحقيق يحققوا في القائمة ونطلبوا القائمة يعلقوا لنا القائمة النهائية كي يعيطوا الناس يعلقوها، مش الناس يمدوا الناس كما يحبوا هما وحنا يخليونا في رمضان الناس يصوموا في ديارهم. حنا صايمين هنا في الولاية وفي الدايرة. السلام عليكم. أنا حباش عمار ساكن من ولاية خنشلة عبن عن جد. استفدت في القائمة من السكن الاجتماعي وتفاجأت لإقصائي بصفة مؤقتة من استفادة من السكن الاجتماعي بسبب ملكية شائعة عن طريق الورث بشيوع تحمل أكثر من 10 أشقاق ذو طابع فلاحي قاحلة وعدم إدراجها في الوجهة العمرانية، وبالتالي لي الحق في السكن الاجتماعي العمومي ولي واسع النظر ونطلب من السلطات إعادة التحقيق في هذا الإشكال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قساوني اللي هنايا في قساوني قالوا لي سيليباتير ما تسالش، وحنايا القانون راه عطانا 30% الراي الصدري سيليباتير عطانا حق 30%. جينا هنا الولاية باش نشكيو على واش نحيتونا، واحد ما يحب يخرج لنا، واحد ما يحب يسمع لنا، حبينا نفهموا على جالت واش نحاولنا. أنا ماني خدام، ما عندي شهرية، ما عندي والو. حرت على واش نحاولنا، واحد ما يحب يخرج لنا يفهمونا أخويا يهضروا معنا، واحد ما يحب يخرج لنا. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.